مرحبا بكم في صف الرسم للأمهات. موضوع اليوم هو المناظر الطبيعية الخلابة. هل تتذكر آخر مرة كان لدينا فيها الفصل الدراسي؟ عن ماذا تكلمنا؟ تكلمنا فيها عن اللون، لكن هل تعلم أن الله خلق كل الألوان التي لا تعد ولا تحصى الموجودة في هذا العالم؟ اليوم أود أن أتحدث عن ذلك، وللقيام بذلك يجب علينا أولاً أن نفهم كيف خلق الله العالم. يبدأ تكوين الإصحاح الأول الآية الأولى من الكتاب المقدس بهذا الشكل: في البدء خلق الله السماوات. خلق الله العالم والبشر في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. الآن أود أن أخبركم بما خلقه خلال الأيام الستة. أثناء استماعك لا تفكر فقط كيف صنع الله ذلك، ولكن نظرا لأن هذا فصل فني، راقب عن كسب عدد الأشكال والألوان المختلفة التي خلقها. اليوم الأول خلق النور. قبل وجود النور كان روح الله يرفرف على سطح المياه في ظلام دامس مثل صورتي على اليسار. وفصل الله النور عن الظلمة، فسمى النور نهارا والظلمة دعاها ليلا. في اليوم الثاني خلق السماء. قبل أن تكون السماء كانت مملوءة بالماء. خلق الله الجلد أولا وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوقها ليخلق السماء. في اليوم الثالث خلق الله الأرض والبحار، وخلق الأرض والعشب والنباتات التي تحمل بذارا كجنسها، والأشجار التي تحمل ثمرا ببذرها كجنسها أيضا. وفي اليوم الرابع خلق الله الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل والنجوم، ووضعها الله في جلد السماء لتنير الأرض بشكل جميل. وفي اليوم الخامس خلق الله الحيوانات. خلق حيوانات البحر العظيمة، كل نفس حية تتحرك وتزدهر في الماء كجنسها، وخلق كل طير مجنح كجنسه. وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا مياه البحار وتتكاثر الطيور على الأرض. وأخيرا وليس آخرا، في اليوم السادس خلق الله جميع الكائنات الحية التي تعيش على الأرض حسب أنواعها، وخلق البهائم والمخلوقات التي تتحرك على الأرض والحيوانات البرية حسب أنواعها. وخلق الله الإنسان على صورته، وعلى صورة الله خلق الذكر والأنثى. بارك الله الرجل والمرأة وسمح لهما أن يحكما كل الكائنات الحية. أليس من المدهش أن الله خلق كل هذه المخلوقات في 6 أيام فقط؟ والآن دعونا نشاهد فيديو قصير عن خلق الله.
كيف وجدته؟ أردت أن أخبرك أن الله خلق أنواعاً كثيرة من الأشكال والألوان، لذلك شرحت مخلوقاته بالترتيب وأريتك مقطع فيديو أيضاً. والآن سأمضي قدماً وأخبركم بموضوع درس اليوم، إنه هذا. ماذا ترى؟ نعم، إنها الفصول الأربعة. خلق الله الشمس والقمر والنجوم في اليوم الرابع، ولكنه خلق الفصول أيضا. هل تعيش في بلد فيه أربع فصول؟ إن العيش في بلد يتميز بأربعة فصول متميز جدا هو أمر جيد حقا، لأنه يمكنك تجربة مثل هذه المناظر الطبيعية كلها. دعونا نلقي نظرة سريعة على بعض المناظر الموسمية. أثناء رؤيتك لهذه الصور، فكر في بعض المناظر التي رأيتها. الربيع هو الفصل الذي يحبه الكثير. أنا أيضا أحب الربيع أكثر. من الجيد أن أرى جميع أنواع الزهور الجميلة تتفتح، والدافئة الذي لا تكون هناك برود جدا ولا حار جدا. هذا الشيء يجعلني سعيدة. هل أقول إنه يسعد عيني وقلبي؟ إذ كنت تحب الربيع، لماذا تحبه أنت؟ الصيف هو الموسم الأكثر سخونة. أشعر بالانتعاش الشديد عندما أرى الأشجار والغابات ذات الأوراق الخضراء، ويبدو أن رائحة العشب تشفي قلبي. يذكرني بذكريات منتصف الصيف اللطيف، مثل الطنين تحت ظل شجرة ونقع قدمي في مياه البحر. إذ كنت تحب الصيف، لماذا تحبه أنت؟ الخريف هو فصل جميل، على الرغم من أنه يبدو وحيدا. وفي الخريف تبدأ الأوراق الخضراء بالتحول تدريجيا إلى ألوان متنوعة. أحيانا أشعر بالوحدة عندما تتساقط أوراق الشجر، لكن رؤية الأشجار الملونة بشكل جميل بأوراق الخريف تجعلني أشعر بالسعادة مرة أخرى، كما أن نسيم لطيف يجعلني أبدأ بالطنين. إذا كنت تحب الخريف، لماذا تحبه أنت؟ الشتاء هو أبرد موسم. إنه يذكرني بطفولتي. كلما تساقطت الثلوج كنت أصنع رجلا من الثلج، وأتفاءل وأتقاتل مع أصدقائي بكرات الثلج ومع عائلتي أيضا. ربما لهذا السبب أحبه، على الرغم من أنني لم أحب الطقس البارد، كان قلبي دافئا. أعتقد أن المناظر الطبيعية المغطاة بالكثير من الثلوج هي دائما جميلة. إذ كنت تحب الشتاء، فلماذا تحبه أنت؟ والآن دعنا ننتقل إلى الجزء المتعلق بالنشاط. ربما خمن البعض منكم ما نفعله، دعني أشرح. أولا، حدد المناظر الطبيعية التي تريد رسمها. يمكنك اختيار من بين الصور التي التقطتها بالفعل، أو يمكنك التقاط صورة جديدة، أو يمكنك العثور على الشخص الذي يعجبك من الإنترنت. حدد أحد الإطارات الأربعة وأرسم خطوط الإطار على ورقة الرسم، ثم في كل قسم عبر عن مناظر الربيع والصيف والخريف والشتاء. هذه هي الإطارات الأربعة المختلفة. يمكنك اختيار ما يعجبك، ثم رسم الإطار على ورقة الرسم. هذه بعض الأمثلة. أنا لست هنا لأبين لك أن صورتك يجب أن تبدو هكذا. أنا أتمنى منكم جميعا ألا ترسموا الأشجار فحسب. إذا نظرت إلى الصورة على اليسار، هناك أشجار مختلفة في كل قسم من الأقسام الأربعة. يبدو الأمر كما لو أن كل قسم قد تم تقطيعه إلى الأجزاء. من ناحية أخرى، في الصورة على اليمين، المشهد بأكمله هو منظر طبيعي واحد، ويتم التعبير عن الفصول بشكل مختلف من خلال تقسيمها إلى أربعة أقسام.
هل تفهم الفرق بين الصورتين؟ لا يهم الطريقة التي تعبر بها عن شخصيتك. إذا كنت تريد رسم منظر طبيعي مختلف لكل موسم، فافعل ذلك. وإذا كنت تريد رسم منظر طبيعي واحد في مواسم مختلفة، فيمكنك القيام بذلك أيضا. ثم أتمنى أن تستمتع بنشاطك. سأنهي فصل اليوم هنا. أشكر الله لأنه سمح لي أن أدرس معكم. يرجى التطلع إلى الفصل التالي. شكرا جزيلا على مشاركتكم.